كنت انا تحدثت معكم عن المشروعات اللي احنا بنجهزها عشان نطلقها، وكنا قلنا ساعتها ان احنا لن نطلق اي مشروع الا ما يكون كل المطالب او المعطيات اللي خاصة بهذا المشروع تكون تم تحقيقها، بما فيه حتى المعدات والمقاولين ودراسات الجدوى، كل مطالب نجاح هذا المشروع. والحقيقة أنا كنت قريت مقالة لأحد كان بيتكلم ومتحسب من مشروع 1.5 مليون فدان، وعشان كده أنا بس هتناول الموضوع ده بمنتهى الدقة. قال لي يعني احنا خايفين يكون الدراسات اللي خاصة بهذا المشروع ما تكونش كفاية، وانا بقول لي ولكل اللي بيسمعني مرة تانية، لن نطلق مشروع ابدا الا من اجل المصلحة العامة والمصلحة الوطنية والمصلحة القومية لبلدنا. والدراسات بتاعت 1.5 مليون فدان من 4 مليون فدان مش بس على قد 1.5 مليون، واحنا خلال ايام قليلة يمكن هنطلق اول 500,000 فدان، عشان بس اطمنكم ان لا الامور ماشية وماشية بالشكل اللي احنا بنتمناه.